ولما كانت دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني برز من أهلها رموز للعمل الخيري ونشر الإسلام الوسطي وثقافة التسامح بين الناس، يقدمون الخير أينما استدعى الأمر، مضحين بأنفسهم وراحتهم من أجل تقديم رسالتهم الإنسانية السامية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة. الشهيدان الشيخ الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني اللذين شيعتهما الكويت أمس في جنازة حاشدة راح ضحية اعتداء آثم وهم في مهمة عمل إنسانية كانت الأخيرة لجهود سنوات من العمل الدعوي والخيري والإنساني. وداع الأحبة لا يبكي العيون فقط بل القلوب قبلها. بالأمس احتضنت أرض الكويت أبناءها البررة الدكتور وليد العلي والداعية فهد الحسيني، شهيدان في سبيل الله نحسبهما كذلك. وفي حشد مهيب شهد نزولهما إلى مثواهما الأخير، تقدمهم عدد كبير من قيادات دولة الكويت، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح، بالإضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري، ولفيف من أعضاء مجلس الأمة، وحشد كبير من الأهل والأحبة من أهل الكويت الأخيار. رحلة الدعوة والخير دنستها يد الإرهاب والرصاصة الغادر حتى أسقطهما شهيدين بإذن الله، ليبقى اسميهما علما في سماء الدعوة ومجدا يسطر الدين الحق. توجيهات أبوية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. رعد عودة أبنائه البررة مجللين كريمين ليوارى جثمانهم الثرى في أرض الوطن. غادر الكويتي لنشر التعايش والتسامح، فكانت بوركينا فاسو آخر محط في سيرتهم العطرة، تاركين الرأي من بعدهم لإخوانهم وتلاميذهم لاستكمال مسيرة الكويت الخير مركز العمل الإنساني. أبناء الوطن العلي والحسيني خرجا في سبيل الله من أجل الدعوة والتعليم والخير. المصاب جلل وعظيم، لكن العزاء أنهم رحلوا على خير وخاتمة طيبة. رحمهم الله واسكنهما فسيح جناته.